مشاهدي الكرام، السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نقطه تحول. استاذ جاسم، ضيف عزيز، اهلا وسهلا على برنامج نقطه تحول، واليوم منورنا على الموصليه. منورين بوجودك، واشكرك واشكر مشاهدينك الكرام لتاحت هذه الفرصه حتى نعرف جماهيرنا على برنامجنا وعلى وضعيتنا بالانتخابات. ان شاء الله توفيق لك ولكل الساده المرشحين في الدائره السابعه ولكل المرشحين في نينوى. استاذ جاسم، يعني سؤال دائما نساله للساده المرشحين ضيوفنا، يعني عن السيرة الذاتية، العمل الحالي، التسلسل والقائمة، تفضل. نعم، جاسم محمد فرج الطائي. نعم. تربوي، معلم جامعي، مدير مدرسة عماد الدين الزنقي حاليا في منطقة الرشيدية. نعم. من أهالي الموصل أبا عن جد. نعم. من منطقة النبي يونس قديما، وحاليا أسكن منطقة الرشيدية. نعم. التسلسل والقائمة؟ التسلسل 39. وأنت مستقل؟ نعم، القائمة مستقل. نعم. بالدائرة السابعة. نعم. طيب أستاذ جاسم، يعني سادة مرشحين كثيرين دخلوا ضمن تحالفات كتل، يعني لأهداف معينة لديهم، أو مؤمن بهذه القائمة، مؤمن برؤيتها، بأيديولوجيتها. طيب أنت يعني كمرشح، لماذا اخترت أن تكون مستقلاً ولم تدخل في أي تحالف؟ ما هي الأسباب؟ والله أستاذي العزيز، ما يخفي عليك ولا على السامعين أنه من بعد الاحتلال وبدت الترشيحات وبدت تتشكل الحكومة العراقية عن طريق الانتخابات. لا. إلى حد هذا الآن أنا ما اقتنعت بأي جهة سياسية أنتمي لها. وأنا ذكرت لك جنابك، يسمعوني السادة المشاهدين، اعتمدت على قاعدة عشائرية، قلت لك أنا مرشح إمارة الطي. نعم. ما يخفى مرشح عليك. الوحيد بالدائرة. نعم. السابعة. نعم. من إمارة الطي. نعم. ونعمل. نعم. عشيرة ونعمل أصل. نعم. فهذه الإمارة متكونة من أكثر من 130 عشيرة. نعم. وإن شاء الله دعمهم لأخوهم وابن عمهم، بالإضافة إلى تحالفات مع مجموعة من العشائر الخيرة الموجودة ضمن الدائرة السابعة. إن شاء الله كلهم بهم البركة والخير. نعم. إن شاء الله، ويكون اختيارهم صائب من أجل أنه يكون عندنا برلمان قوي يمثل أهله بالعراق بشكل صحيح. طيب، يعني عملك كمستقل ضمن قائمة مفردة منحك الفضاء الواسع تتحرك يعني براحتك من دون ضغوطات سياسية له؟ أكيد شيء. نعم. أكيد هذا الكلام صحيح، لأن دائما عندما تكون مدعوم من جهة سياسية بمال أو وضعية كذا، لازم يكون ولائك للجهة السياسية. نعم. أو تصريحك أو كلامك يكون كله بولاء للجهة اللي داعمة. نعم. للمرشح. نعم. نعم. كمستقل عندك حرية الحركة، فضاء تتحرك به؟ أكيد عندي فضاء. نعم. أتحرك به، وعندي فريق عمل، بدأنا بالترشيح. نعم. عملنا كفريق متكون من عدة شخصيات. نعم. وتوجهنا إلى جميع المناطق ضمن الدائرة السابعة. وبالمناسبة يعني أنا نسيت أنه أذكرك أنه أنا أحد أعضاء مجلس عشائر وقبائل نينوى. نعم. أحد شيوخ عشائر وقبائل. نعم. نينوى. نعم. تشكل بعد التحرير، وقمنا بعمليات نشاطات كثيرة. نشاطات كثيرة طبعا. نعم. على مستوى الموصل وكذلك مستوى العراق.
طيب استاذ جاسم، يعني كل حمله انتخابيه بحاجه الى مال، حضرتك مستقل، من اين تستمد مالك؟ من اين تصرف على حمله انتخابيه؟ تمول هذه الحمله منين؟ والله استاذ هسه حاليا يعني بصراحه الحمد لله أنا من طبقه وسطى، يعني مو تقول من الطبقه البرجوازيه ولا الاغنياء، نعم طبقه وسطى، ما في ذيك الامكانيه العاليه، نلاقي صعوبه، بس ان شاء الله وراء كل ضيق فرج ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله بالتوفيق. انا لحد الان بالمناسبه يعني حتى صور قدرت اسوي لي 10 صور. فهذول نعمه من الله. فهذول العشر صور دا اختار مكان، يعني دا اختار مكانات لهم. ليش ما ظلت مكانات؟ ما خلوا اهل الصور. كل مرشح جايب له 100 صورة. الله يزيدهم ان شاء الله. طيب استاذ جاسم، يعني كل مرشح من اخواننا المرشحين السيدات السادة لديه حملة انتخابية. بالتأكيد حضرتك عندك نفس الحملة. يعني كيف تقيم هذه الحملة لك كمرشح للناخب؟ أهميتها لك وللناخب كيف تفهمها؟ والله استاذ احنا بالنسبة للحملة الانتخابية من صارت مناطقية تسهلت على الناخب. تقصد دوائر؟ نعم، من صارت دوائر انتخابية تسهلت على الناخب وتسهلت على المرشح. نعم، لان احنا اهل الموصل، يعني دائما اقولها احنا ولاد قريه وكل من يعرف خيه. فاكو فرد تواصل مستمر مع المناطق اللي ضمن الدائره السابعه، مو هاليوم يعني اقصد، مو على مود الانتخابات اكيد مؤسس من قبل سابق. فهذا الموضوع سهل عمليه الدعايه الانتخابيه بشكل سلس جدا، اكو مقبوليه تبصر. نعم نعم نعم. طيب استاذ جاسم، يعني بالتأكيد الناخب اليوم يختلف عن الناخب 2014-2018. هذا الاختلاف تشوفه يعني جيد؟ الناس بدأت توعى، تعرف شلون تختار، شلون أنت تصل إلى عقول الناخبين وتقنعهم برؤيتك، ببرنامجك الانتخابي، بما تحمله من أفكار؟ بالفعل بعد المعاناة وبعد المأساة وبعد الأمور اللي شافتها موصلنا الجريحة كل هذه السنين العجاف، أصبحت الناس يعني قامت صار عندها وعي وصار عندها إدراك للعملية السياسية، يقول لك هسه إحنا التغيير ما راح يكون إلا عن طريق الانتخابات. إحنا اليوم نريد نغير بأي طريقة. اليوم إحنا ما يصير، يعني أنا أعتبر نفسي أيضا كناخب، يعني أنا من المدينة، إذا ما راح نتحرك وراح نوصل الفكرة يا ناس ترى هذا الموضوع إذا ظل على هاي الطريقة إحنا نظل تعبانين، نظل مدينتنا مهدمة، نظل مصانعنا معزلة. لازم نتحرك، لازم ننتخب، لازم كلنا نروح. خلي نلاحظ نشوف كل اللي حوالينا كلهم متكاتفين. ليش الموصل وحدها متفرقة؟ والموصل هي جمجمة العراق. الموصل هي ام المفكرين. ليش احنا من دون كل مشهود لهذا من سنوات وقرون. يعني هسه تجي على يمكن الطفل بصف سادس ابتدائي او اول متوسط صار عنده فكره وصار عنده نوع من الوعي والثقافه الانتخابيه. طيب هذا الوعي يعني استشفيته اثناء لقاءاتك مع الساده المواطنين؟ يعني تتحدث معهم، شنو قناعاتهم؟ قناعاتهم يريدون يغيرون. استاذ لازم يعني قناعاتهم يريدون يغيرون. لان بعد كافي، يعني احنا من البدايه كانت مرجعياتنا، خلينا نحكيها بصراحه، دائما باتجاه عكس الانتخابات. ايش حصلنا احنا من هذا الحكي كل هاي السنين؟ كل الوظائف، كل المكتسبات اللي جت بعد 2003 احنا كل شيء ما حصلنا من عندها. هذه بسبب المقاطعة. نعم، بسبب المقاطعة مع الانتخابات. نعم، شوف هسه من تجي الانتخابات على اخواننا في كردستان يطلعون قاطبة. اذا عندهم 1000 بطاقة انتخاب، ال1000 بطاقة ناخب كلها تدخل ضمن الانتخابات. احنا من يصير وقت الانتخابات اهلنا بالموصل معظمهم يروح يحجز بفندق خارج الموصل، يطلع سفرات او يطلع سفرة. ليش يا اخي؟ ليش؟ ويجي بعد الانتخابات يقول هذول ما يمثلونا وما خوش ناس والحكومه مو زينه. لا زين، انت شاركت حتى
تنقد. العيب مو بيهم، شارك. لازم نشارك حتى نعم. نغير. نعم. عندما نترك هاي البطايق فارغة نعم. راح نترك مجال للفاسدين وللتزوير. نعم. فإحنا إذا ما نروح ونشارك نعم. ونشارك بقوة ما راح نحصل نتيجة. نعم. أي نعم. هذه الصخوة، الصحوة يعني والوعي الموجود لدى المواطن في نينوى، يعني على الرغم من أنه متأخر لسنوات، لكن أفضل من ما من أن لا تأتي. أكيد طبعاً. نعم. إحنا هاي الطامة الكبرى إذا ما نعم. ما مشينا. نعم. يعني راح نبقى على هذا الوضع. نعم. راح طيب. نبقى. نعم. طيب عندك يعني كل مرشح لديه برنامج انتخابي يعني يريد يعني يطرحه أمام الناس ويحصل على قناعاتهم. تفاصيل برنامجك الانتخابي كتربوي كمرشح، بالتأكيد يعني عندك برنامج يختلف عن الآخرين له نفس النمط. والله أستاذ أني بالنسبة لي قلت لك أني من رحم الموصل. نعم. عانيت ما عانى المواطن المصلاوي. نعم. من خلقت على الدنيا إلى هذا اليوم. نعم. من أريد أحكي لك على البرنامج الانتخابي، أحكي لك عن المعالجات اللي أريد أني تتغير بالحياة عندي، حتى يعني كأنما أحكي على نفسي، حتى تنعكس نعم. علي. نعم. إحنا لازم نسوي مثلا هاي المصانع مالنا نصلحها كلها. نعم. حتى نشغل أكثر عدد ممكن من العمال. نعم. من الناس. نعم. ومن الناس في سبيل نقضي على البطالة. نعم. هاي البطالة تعرف إيش تسوي أستاذ. نعم. إذا تجي تدحق على الشارع مع الغابات. نعم. بالأيام العادية مو بأيام العطل. نعم. والنرجيلة وهاي الأمور، آلاف الشباب. نعم. إحنا جينا من وعينا على الدنيا. نعم. إذا تتذكر أستاذ كانت مراكز الشباب تستقطب. نعم. الشباب. نعم. رياضة. نعم. فنون رسم. نعم. أشكال. نعم. النشاطات وخرجت أجيال وفنانين واستفادوا من هاي النشاطات فيما. نعم. بعد. نعم. في حياتنا العملية. نعم. نعم. فهاي من ناحية الشباب. نعم. الناحية الثانية، الناحية اقتصادية، ممكن انه قلت لك نرجع المعامل، ممكن انه نسوي مشاريع صغيرة. نعم. ممكن انه الاستثمار. نعم. نشجع الاستثمار. نعم. بالبلد. نعم. وبالأخص مدينة الموصل. نعم. هي مدينة أثرية، مدينة. نعم. سياحية. نعم. سلة خبز العراق. نعم. يعني ممكن أشجع بها الزراعة، مدينة صناعية. نعم. مدينة صناعية ممكن يكون بها مدينة صناعية كبرى. كل المجالات. نعم. الحياة مفتوحة بالموصل. نعم. بس المشكلة الموصل مهملة وماذا يحكموها أهلها. هي المشكلة شنو أستاذ جاسم؟ أنه الناس يعني على مدى هذه السنوات أحبطت، يعني كانت تتأمل كل انتخابات تتأمل أنه يعني راح تجد نوع من التغيير، ممكن يتحسن الوضع، لكن الظروف قاسية كانت على الجميع وأحبط المواطن، بدأ يتشائم من كل شيء اسمه انتخابات. لكن بعد هذه المشاكل اللي مرت بدأ المواطن يصحو يقول لك يعني كافي، يعني إذا متى أظل مثلا أجامل فلان على حسابي، أجامل فلان، لازم أختار الشخصية اللي تمثلني بشكل صحيح في البرلمان. أستاذ إذا تسمح لي. تفضل. الصحوة والاهتمام بالمظاهرة قبل انتخابات. نعم. جاء بعد انتفاضة تشرين. نعم. هذه انتفاضة تشرين وما قدموا من شهداء الله يرحمهم ويجعل مأواهم. نعم. الجنة. نعم. هذولا خلقونا هذه الدوائر المتعددة. نعم. خلقونا قانون تغيير الانتخابات. نعم. جعلوا في الطريقة ممكن أنه يطلع ابن المدينة. هاي الانتخابات لأول مرة. نعم. بتاريخ الموصل من داخل الموصل. نعم. يطلع 12 نائب. نعم. هذا شيء جيد، هذا شيء يعني مكسب. نعم. ما طبيعي يخلي. نعم. المواطن الموصلي ينتبه على هذا الموضوع. تأكيد. نعم. بغض النظر عن انه ال 12 نائب، النواب راح يكونون من نفس المنطقه. نعم. يعني نفس الدائره. نفس الدائره. نعم. نعم. ومثل ما تفضلت حكيت لك استاذ. نعم. ناس تعرف ناس. نعم. فممكن انه نختار يطرق بابه ويحتاجوا يروح شخصيات. نعم. علميه. نعم. اكاديميه. نعم. تربويه. نعم. ممكن انه انا اليوم اذا اختار شخص. نعم. اختار الشخص اللي يمثلني، ممكن انه متأكد. افتخر به. فكانت مفتوحة. نعم. ويمكن التلاعب بها من يمين ومن يسار. نعم. وبعد ما صارت البطاقات بايومترية وصار بها إن شاء الله. نعم. راح تكون النتائج مرضية إن شاء الله. ومقنعة للناخبين والشعب كله. أستاذ جاسم أستاذنك الفاصل بعدها نكمل حوارك. نعم.
شاهد الكرام فاصل وقصير ثم نعود. مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد. استاذ جاسم نرحب بك مره اخرى في نقطه تحول. استاذ جاسم يعني جنابك تربوي لي سنوات طويله مدير مدرسه، يعني اخترت الدخول التنافس في البرلمان، وتعرف هذا البرلمان برقابه تشريع عمل سياسي، يعني الاستاذ جاسم مهيئ ان يمارس العمل السياسي البرلماني التشريع الرقابي في هذه الظروف اللي يعيشها العراق ان شاء الله. يعني لما شفت الوضعيه طبعا بهاي السنين، وطبعا يعني هاي التواصل الاجتماعي والتلفزيونات وكذا، احنا وبحياتنا العمليه احنا يوميا اعضاء برلمان، فاحنا بمجلس عشائر حياتنا سياسه صارت. نعم، مجلس عشائر نينوى استاذ، مجلس عشائر وقبائل نينوى، شغلنا مثل شغل بس ما نشرع، شغلنا رقابي. لا، ممكن انه يجينا شخص يشتكي على موضوع معين، على مثلا مركز شرطة او على مستشفى، احنا بدورنا كمجلس عشائر وقبائل نينوى راح نروح الى قائد الشرطة نقول له فلان مركز عندك 1 2 3. فاحنا اصلا بالعمل السياسي مستمرين. وبعدين ايضا ناشط بس على شكل محدود. نعم، وناشط في حل النزاعات العشائريه. ما شاء الله، احد شيوخ عشائر طي قلت له. ما شاء الله، فاحنا دائما بالعمل السياسي. يعني مو جديده علينا. بس على نشاط، خلينا نقول على اقل ما من عضو مجلس النواب، لكن اكو تمرين يومي لهذا. نعم، العمل. نعم. طيب استاذ جاسم، يعني جنابك تربوي واحنا نعيش ظل جائحه كورونا، هذه ايضا اثرت على التعليم، اثرت على كثيرا التعليم، دمرت يعني واصلا التعليم. يعني التعليم كان شويه متعب، لكن هذه جت يعني نسفت كل البناء اللي ارادت تبني وزاره التربيه، مديريات التربيه، ادارات المدارس، يعني اغلب المدارس وابوابها مغلقه، المعلمين ما يعرفون شو يسوون، ادارات المدارس التربيه وين راح نصل بهذه الجائحه؟ ممكن ترجع المدارس من جديد؟ ممكن بصراحه حتى الطالب يهجر الكتاب. الكتاب هذا سيد تشوفه مال المراحل. نعم، نبدا مثلا من مرحله الاول الابتداء. نعم، من التمهيدي. نعم، والروضه وهاي كلها المراحل. نعم، كل مرحله طبعا ما جايه عبطا، يعني هاي دراسات. نعم، نفسيه وعلميه. نعم، يعني نجي خلينا نقول من الاول الابتدائي. نعم، مرحله الاول الابتدائي المواد اللي ياخذها طالب الصف الاول الابتدائي تناسب عمره. نعم، بعدين بالثاني ياخذها مال 7 سنوات درجات. بالثالث. نعم، درجات. نعم، لما يصل مرحلة السادس الابتدائي. يعني كل درجة. نعم، مخلين واضعين الكتب والمناهج مالته. نعم، بما يناسب عمر التلميذ. نعم، احنا قدراته الفكرية، قدراته الذهنية. بالضبط. نعم، نعم. هسه احنا ايش سوينا؟ يعني دمرنا. صار فاصل، صار فاصل زمني، وقمنا نصعد قبل على الثالث. نعم، وزحفوا على عبور. الرابع. نعم، عبور. نعم، هاي دمرت العملية. نعم، التربوية اصلا. هذا قرار خطا وما مدروس، حتى التلاميذ ما يعرف يكتب اسمه نهائي. يعني هذا القرار كنا تعانون من عدها تشوفوها مشكله هذا. نعم، نعم. زين، شنو المعالجات برايك كتربوي؟ يعني عندك بالتاكيد فكر، عندك حال، عندك راي في هذا الموضوع، كيف نعيد العمليه التربويه؟ المعالجات لازم يعني نكثف جهودنا خارج الدوام. نعم، يعني خلينا نقول دورات تقويه، يتعاون الكادر التربوي مع المحافظه مع الناس ومع التربيه. نعم، ويكون بيها يعني بيها. نعم، ممكن انه نصلح. نعم، زين، ما ممكن تضحيه، ما ممكن نطبق الارشادات الصحيه بحذافيرها، يكون تباعد بين الطلبه التدريسي، يلبس الكمامه التلميذ الطالب، حتى يعني ممكن نحصل على نوع من الارشادات الصحيه وهذا التباعد ونعيد هذه العمليه. ما ممكن، ما يحق لي اصرح باسم. لا لا لا، لا، كمقترح، ككلام، يعني كرأي. نعم، كلام كرأي عام. نعم، يعني هسه انا مدرستي، انا اطرح هذا الموضوع لحضرتك. استاذ، انا عندي
1300 تلميذ نعم. بمدرستي. إذا أريد أخليهم بعشرين شعبة نعم. تقسمهم نعم. شو راح أسوي تباعد اجتماعي؟ نعم. يمكن 40 كل 40 45 بصف. ما تقبل. صعبة. شو راح أسوي تباعد اجتماعي؟ يعني كل مرحلة عندي 200 وشو راح أسوي تباعد اجتماعي؟ صعبة. صعبة. فهاي مشكلة كبيرة يعني نعم. بس تنحل بطريقة واحدة قلت نعم. لك ممكن إنه دورات خارج نعم. الوقت وقت الدوام نعم. وتضحية إرادة لتضحية ما نعم. أكثر. بالتأكيد يعني هو إذا تقبل الطالب يعني هذا التعاون من حضراتكم كتدريسيين كإدارات مدارس ممكن يصير تعاون بالمستقبل وشوية تنهض. تعرف الموضوع مو موضوع شخص واحد يعني بالتأكيد هذا بالتأكيد. هسه عاني إذا أريد أسوي في الدورة نعم. لازم أخذ موافقة. موافقات. بس هاي إرادة لها يعني من المركز خلينا نقول من نعم. من الوزارة نعم. من التربية نعم. ممكن إنه يشوفون هاي الوضعية ويخلون بها حلول. نعم. والحلول بسيطة يعني إن شاء الله يعني نجد حلول تراعي كل هذا وترجع العملية التربوية ويرجعون طلبتنا للمدارس وأساتذتنا ينورون الصفوف من جديد ويقدمون الله. الخدمة إن شاء الله, إن شاء الله. طيب أستاذ جاسم يعني الناخب قلنا متشائم محبط في ظل ظروف مر بيها كانت قاسية يعني كيف تم إقناع هذا الناخب بجدول المشاركة بالانتخابات وحتى يعني نتحرك للتغيير اللي يريده الجميع. أستاذ إحنا بصراحة الموضوع يعني مثل ما قلت لك أساسه التغيير. نعم. وإذا إحنا ما الناخب عزف عن الانتخابات نعم. وما صار تغيير راح نعم. نرجع على المربع الأول. نعم. فهذا الموضوع. شلون نقنعه؟ نقنعه إنه يجي ضمن القافلة ويروح إلى صندوق الاختراع. لازم أكو فرد آليات. الآلية أستاذ حكينا لك إحنا من خلال التوعية ومن خلال التواصل مع الناس ويعني المناقشة وياهم أنه هذا الموضوع ضروري أنه أنت تروح وتشارك حتى نغير حتى خلي نقول نرجع الموصل مثل ما كانت أقلا. فالموضوع لازم إحنا ناخب الموصل لي يكون عنده إدراك ويشارك بقوة بالانتخابات. يعني تشوف بالعائلة الواحدة عذرا أستاذ جاسم نعم. خمس أفراد أو ستة أو سبعة العائلة أيضا كل شخص من العائلة لديه اسم معين يريد ينتخبه يعني هذه تشوفها بادرة صحية أو ظاهرة صحية أنه يعني كوعي اجتماعي كل واحد عنده هدف معين يريد يختاره ماكو يعني إجماع على شخص في ظل بالفعل هذه هاي من موجودة. الوعي الجديد بالانتخابات نعم. قبل نعم. الانتخابات الماضية الأب يقول فلان هذا انتهت كنا ننتخب شخوص نعم. شخوص ورموز نعم. نعم. احنا لا شايفيهم نعم. ولا قاعدين نعم. معاهم ولا نعم. نعرفهم نعم. بس هسه الانتخاب صار يعني كثير نسمع نعم. يقول لك انت من طبقتنا نعم. انت حاسب معاناتنا نعم. انت واحد من عندنا نعم. عشت ايامنا عشت ايام ساعة نريدك احنا نقدر نجي ندفع نعم. الباب ونفوت نعم. أنت واحد من عندنا نعم. بينما قبل أن ننتخب ما نريد نقول تماثيل نعم. بس نعم. نقول شخوص نعم. يعني سين من الناس نعم. لأن كانت عذرا جاسم نينوى دائرة واحدة نعم. يعني نينوى كبيرة وبيها مثلا كذا مرشح نعم. راح يختارون الناس هذا المرشح لكن الآن دوائر يعني أنت راح تنحصر في دائرة واحدة أستاذ إحنا بالدائرة نعم. السابعة نعم. خلي نقول عندنا 200 وتقريبا 40 ألف بطاقة نعم. ناخب نعم. هاي 240 ألف ناخب احنا المرشحين 63 شخص نعم. 27 امرأة نعم. ما تشوف عدد كبير يعني عدد كبير يعني نعم. اذا تريد تقسم هذه يعني خلي نقول نسبة المشاركة ما ايش قد تتوقع اتوقع ما تصل 50 ألف من 240 نعم هذا ايضا لا مو 50 ألف العفو نعم. نعم. 50% 50% يعني نعم. تتوقع انتخابات نعم. ناجحه اذا صارت 50% ان شاء الله يعني 120 الف ناخب نعم اذا تريد تقسم ال 120 الف ناخب نعم. على مجموع المرشحين ما اعرف شلون راح تتقسم نعم وماكو بعد مثل قبل انتخابات الماضيه شخص يجي يكسح الاصوات كلها ويطلع نعم. بوجهه وماكو نعم. نعم تغيرت هذه القناعات نعم تغيرت وبنفس الوقت تغيرت ليش يعني مستوى المعيشي بالمناطق ومستوى الثقافي يختلف منطقة عن منطقة نعم. صارت كلها ضمن دائرة واحدة نعم. يعني أريد أجيب لك مثال يعني مثل السعر الرشيدية
منطقة القبة، نعم، حي العربي، حي العربي، نعم، القوسيات، نعم، تجي على الزهور، نعم، تجي يعني كل منطقة بها، نعم، مستوى، نعم، ثقافي ومستوى اجتماعي، أكو نخب وأكو طبقة وسطى وأكو فقراء، نعم. زين شلون تتعامل مع هذه الثلاث طبقات؟ يعني طبقة نخب، مثقفين، شخصيات، أطباء، ضباط سابقين، مثلا الكوادر الوسطى التدريسيين مثل جنابك، موظفين، أكو طبقات فقيرة، كيف تقنع هؤلاء هذه التشكيلة في يعني اختيار شخصيات؟ أستاذ أنا من البداية قلت لك قاعد عندك لقاءات مع الكل. نعم نعم، أنا من البداية قلت لك، نعم، أنا أريد كلام جديد أستاذ، نعم، جاسم، نعم، كلام جديد، نعم، حتى بس تصور الحالة، نعم، ويتصورها السادة، نعم، المشاهدين، نعم، أنه قلت لك مرشح إمارة الطي، نعم، فأخو أكو ناس يعني قد يقول يجوز هذا رجال قبلي أو، نعم، عشائري، بس أريد، نعم، أوضح هاي النقطة، نعم، حتى أربطها بالكلام إن شاء الله. إن شاء الله كل بيوتات الموصل، نعم، وكل أهل الموصل العريقة، نعم، الراقية، نعم، كلها مرتبطة، ما سمعان يقولون مثل عروق الثيب، أكيد كل أهل الموصل، نعم، وبيوتات العريقة، نعم، والبيوتات المعروفة كلها مرتبطة بعشائر كريمة بنهايتها تجي على العشيرة، ما تقبل غلط، نعم. فإحنا كان المنطلق قلت لك من هذا الباب، بعدين من نجي على يعني محاكاة هذه العوائل، نعم، حتى يعني، نعم، محاكاة بالأخير يعني العشيرة اللي ينتمي لها، نعم، نعم. أنا هسه كلامي مسؤول عن المستوى، نعم، نعم. إذا نجي هسه نبحث، نعم، مع أي شخص مستطرق، نعم، تلقيه تربطك وياه روابط أسرية، روابط عن طريق كبيرة، النسوان، عن طريق، نعم، أهل الموصل، نعم، ما لنا علاقة، نعم، باللي جاينا بالتأكيد من خارج الموصل، نعم، وأهل الموصل واحد يعرف الآخر، أكيد، يعني من زمن بعيد، نعم، يعني عن طريق العلاقات، التصاهر، الدراسة، يعني أكو علاقات إنسانية موجودة بهذه المدينة ما تنتهي، هاي منتهي منها، نعم، يعني مثل ما، نعم، حكيت لك، نعم. طيب، نعم، المواطن بهذه الدورة الانتخابية يراهن على بروز وجوه شبابية جديدة تمثل بالبرلمان القادم، لو راح تكون يعني الغلبة للسادة النواب الحاليين مع تغيير طفيف لبعض الوجوه. أستاذ، إحنا كل احترامنا للنواب، نعم، السابقين، وكل احترامنا للأحزاب، نعم، وكل احترامنا للناس اللي عملت وما عملت، لأن، نعم، ما يصير نحكي غير الحكي الطيب، نعم. إحنا اليوم لازم لازم لازم، نعم، نختار الإنسان اللي من طبقتنا اللي نقدر نصل، واللي نقدر يعني شايل معاناتنا، نعم، يشعر انه المسؤوليه امانه، نعم. من اني اخذت اصوات ناخبين مثلا الدائره السابعه، هذه امانه في رقبتي الى ان تنتهي الدوره، لازم امثلهم بشكل صحيح، هذا اللي تريد تقوله بالضبط، حضرتك، نعم، بالضبط، نعم، نعم، لازم الشكل تكون، نعم، العمليه، نعم. طيب شو نشوف رضا المواطن على اداء الساده اعضاء مجلس النواب اللي موجودين حاليا؟ هل المواطن راضي عن اداء البعض منهم؟ لو اكو مثلا عدم رضا، ما حد راضي، ما حد راضي، اني مواطن، اني صح هسه مرشح، نعم، بس اني مواطن، اصلي مواطن، اني اصلي مواطن، نعم، اني ما راضي، نعم، كل الناس ما راضي، نعم. شنو الاسباب؟ ليش اسبابهم ابتعدوا عن الناس؟ نعم، اصلا اللي هسه هو جاينا هنا وساكن بغير محافظه، نعم، هو ايش يعرف معاناتنا شنو؟ نعم، خليه يجي يسكن بالمدينه، نعم، خليه يشوف معاناه المدينه، نعم، خلي يشوف الكهرباء، خلي يشوف الماء، خلي يشوف المستشفيات، نعم. احنا من نحكي لك استاذ، نحكي لك من معاناتنا، نعم، يعني هسه تجي اني صار عندي موضوع قبل فتره شغله حرق، نعم، احد واحد من عائلتنا، نعم، طلعنا ندور لنا مستشفى مع الحرق، ماكو بالموصل، نعم، تعرف وين رحنا؟ رحنا، نعم، على قياره، نعم، على المستشفى الاطباء بلا حد، نعم. ليش احنا اليوم صار كم سنه من تحررنا؟ نعم، ليش ما عادوا هاي المستشفيات؟ نعم، شنو السبب؟ نعم، نسمع اكو حصه ماليه جت للموصل، وينها؟ ما نعرف، نعم. زين وين هذول المراقبين مالنا، نعم، اللي يمثلونا بالبرلمان؟ نعم، ما موجودين، نعم. فهذا الموضوع يعني اخذ اكثر مما يستحق، نعم، انتهى بعد، احنا ما نريدهم، نعم، لازم نغير، نعم. واذا انتخبوهم نفسهم لا يقولون الحكومه ما زينه، نعم، العيب بينا مو بالحكومه، بالتاكيد هي على يعني اختيار الناخب، اذا كان اختياره صحيح راح تفرز عمليه انتخابيه ومخرجات انتخابيه جيده، لكن اذا كان اختياره ايضا خاطئ عذرا راح تكون مخرجات انتخابيه غير صحيحه، غير صحيحه. طيب يعني المواطن بعد هذه التجارب شو يريد من البرلمان القادم؟ شو يريد من البرلمان اللي يمثله بالدائره؟
استاذ المواطن شري نعم. يريد عيش كريم نعم. بأمن نعم. تربية أمنياته بسيطة يعني العراقي أمنيات بسيطة نعم. احنا ثاني مصلاوي نعم. ابطل هسه ابن الترشيحاني رجال نعم. ابن الموصل نعم. اريد اعيش حياة نعم. كريمة حالي حال هاي الناس بالعالم اذا اريد اروح اطلع هوية احوال مدنية اروح بسلاسة نعم. واذا اريد اروح احول سيارة نعم. اروح بسلاسة بدون روتين بدون واذا تجيني البطاقة التموينية تجيني مفرداتها محترمة وتنكين من مناشي عالمية معروفة أنا أريد بس أوصي الناخب الموصلي نعم. خلي يفكر بهذا الكلام نعم. من ينتخب شخص ما ساكن بالموصل نعم. من ينتخب شخص من طبقة مو طبقته نعم. يعني هسه هذا صار عضو برلمان نعم. شو راح يروح يحكي مكانه نعم. راح نقول له يا أبا أنت يا أستاذ يا عضو البرلمان ترى احنا جاي نستلم مفردات بطاقه تموينيه ما تنكل نعم. تم ما ينكل نعم. طحين ما ينكل وهذا من واجبك كرقابه نعم نعم زين هو اذا ما يستلم بطاقه تموينيه نعم. هو مدير دائره او نعم. فرد بدرجه وزير او بدرجه عاليه من غير طبقه نعم بداخله ايش راح يجاوب نعم. راح يقول شوف ذولا شلون بشر ذولا فوق ما الدوله تسلمهم تم نعم يقولون تم ما ينكل نعم. او يقولون الطحين ما ينخبز نعم. وينك ويج نعم. فاحنا لازم نركز وندقق بالمرشح انه يكون من طبقتنا لا لا. احنا ما يفيدنا اللي اعلى من عندنا استاذ جاسم استاذنك فاصل بعدها نكون حوار عشان ذي كلام فاصل قصير ثم نعود مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد استاذ جاسم نرحب بك مره اخرى في نقطه التحول استاذ جاسم يعني ذكرت جنابك انه يعني انت شخصيه عشائريه معروفه ومن قبيله كبيره ومحترمه تشعر انه العشائر لها دور في هذا الصراع او التنافس الانتخابي يمكن يعني راح تاثر على بعض العوائل على بعض الناس على ابناء عشيرتها باختيار شخص يمثلها في هذه الانتخابات استاذ بالنسبه للعشيره لا. احنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول وانذر عشيرتك الاقربون احنا ما ننكر دور العشائر اكيد العشائر اكيد احنا كنا ولد عشائر لها دور حاليا صمام امان العراق العشائر ان شاء الله دائما في كل المناسبات اللي صارت على البلد وكل الازمات اللي صارت العشائر لها دور بارز نعم هسه حاليا يعني بحياتنا العامه المشاكل اللي قاعد تصير ترى ما ثلاث ارباعها ما تقضيها المحاكم تحل عشائريا تحل عشائريا نعم هذا موضوع الدية وموضوع اكيد لا. اكيد فالعشائر لا. صمام امان لا. المحافظه نعم واذا يعني راح والعراق بصوره عامه اذا راح يعني تختار شخصيات اكيد اهل مرشحه اهل العشيره يعرفون لا. هذا الشخص لا. يعني احنا اليوم مو بالعصر القديم اكيد شيخ العشيره من يقول كلام لا. انتهى الكل التنفيذ لا. لا. هم يفكرون لا. احنا اقدمنا على هذا الموضوع بعد تشاور دراسة. بعد دراسة لا. اللي ما حصلت الموافقة على انه احنا اكو طائي ابن عمنا وعلى راسنا هم مرشح لا. نفس الدائرة اكو اكثر من شخصية نعم. من قبيلة الطينة القصد انه الاجماع لا. على هاي الشخصية لا. صار بعد تشاور وبعد نعم. يعني انتم تريد نعم. تقصد انه استاذ جاسم نعم. ما كل الشخصيات من قبيله طي رشحوا في نفس الدائره توزعت على اكثر من دائره حتى لا يصير تشظي بالاصوات نعم. هذا اللي تريد تقصد واللي رشح اكو يعني نعم. طائي مرشح نعم. يعني اكو اكثر من شخصيه نعم. يعني خليه على راسنا نعم. بس نعم. كاتفاق نعم. صار الشكل نعم. نعم. طيب استاذ جاسم يعني المنافسه الانتخابيه بالدائره السابعه اكو اسماء برلمانيين اكو سابقين حاليين اكو شخصيات يعني نسائيه ورجال ضمن الدائره السابعه كيف تقيم هذه المنافسه لحضرتك زملائك المرشحين منافسه شوفها قويه لو والله استاذ بصراحه هي نعم. المنافسه موجوده نعم ومنافسه مع الاسف
مو منافسة شريفة. نعم. ايش تقصد به يعني مثلا؟ يعني جايبين مال سياسي. نعم. ممكن انه يشترون البطايا يغير يعني بعض الشيء. انا اتوقع يعني اللي اشوفه احس به انه ما يغير. نعم. يغير قناعاتنا اقصد. بس يحس بنفسنا. نعم. انه جاي هذا المال قاعد يندفع الناس بسطاء محتاجين، يعني يريد يغريهم في تغيير فكرتهم اتجاه مرشح معين او في تغيير مسار العمليه الانتخابيه. نعم. بصوره ديمقراطيه صحيحه. نعم. فهذا الموضوع ياثر. نعم. ومنافسه انا قلت لك ما خش منافسه. نعم. لكن الله موجود ان شاء الله ما يصح الا الصحيح. نعم. واريد من منبركم هذا الكريم اوصي كل الناخبين. نعم. وبالاخص الناس المحتاجين. نعم. انه ما حد يقدر ينتخب. نعم. بطاقه ناخب. نعم. يعني اليوم انا هسه اجي اقول لك نشتري بطاقتك اخذ من عندك، بس أنا ما أقدر أنتخب. نعم. بطاقتك. نعم. ما حد يقدر ينتخب بطاقته إلا الناخب هو نفسه شخصيا. نعم. وبعدين أنت من تجي وراء الكابينة هذيك الساعة الله راح يحاسبك صوتك أمانة. أمانة. نعم. لكن قبل ما تجي تفوت على الانتخابات أخذ من 10. نعم. أخذ من 20 واحد. نعم. من تجي على الانتخابات بطاقتك ما حد ينتخب غيرك. أنت عندك هدف معين ومو حرام ينشيء الشيء المبني على خطأ هو خطأ. نعم. يعني هذا دي يجي يريد يضحك عليك. نعم. يريد يغير فكرتك. نعم. دي ينطيك فلوس هو. نعم. ولاءه مو لك. نعم. هو ولاءه للي مونه هاي الفلوس. نعم. بعدين انت من تجي تريد تنتخب. نعم. هنا راح تكون الأمانة والله راح يحاسبك عليها. نعم. طيب المواطن يشعر اليوم انه مشاركته بهذه الانتخابات تتطلب مشاركة الجميع في هذه القافلة من أجل السير نحو صندوق الاقتراع، يعني يكون زحف مليوني لمراكز انتخابية حتى يعني مثل ما يريد المواطن ويصرح ويقول أنا أريد تغيير، تتوقع راح تصير مشاركة جماعية لو مثل ما قلت حضرتك 50% أو أقل يجوز؟ والله 50% جيدة جدا. نعم. جيدة جدا. أنت تشوفها جيد. نعم. بس إحنا بهذا القانون الجديد مال الانتخابات. نعم. والدوائر المتعددة. نعم. تجاوزوا مرحلة يعني حتى إذا ماكو زحف. نعم. يعني أريد أجيب لك مثال. نعم. في منطقة في ناحية من النواحي بالموصل. نعم. خلينا نقول إذا عندهم هم 60,000 بطاقة. نعم. وجينا على منطقة السابعة الدائرة. نعم. السابعة. نعم. عندنا 240,000 بطاقة. نعم. بهذه الناحية 60,000 كلهم يروحون. نعم. للانتخابات. نعم. من تجي على المنطقة السابعة يروحون 20%. نعم. يعني ايش قد استاذ؟ نعم. شغله حسابيه. نعم. ما راح تصير 60. نعم. مع العلم هاي ناحيه. نعم. هسه الدوائر المتعدده. نعم. دفعت هذا الموضوع. نعم. تجاوزناه. نعم. اذا صارت مليونيه. نعم. واذا صارت 50%. نعم. واذا صارت 40%. نعم. احنا داخل الموصل راح ناخذ 12 نائب. نعم. محسومه. محسومه. نعم. فالمشاركه مليونية. نعم. ما مليونية، احنا ماخذين 12 نائب داخل الموصل. حصة الموصل هذا. فاني ابشر اهلي بالموصل سواء منو اللي يفوز. نعم. من هسه الف مبروك. نعم. 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 احنا اهل الموصل صار عندنا 12 نائب. نعم. يعني مو كلها تطلع للاطراف. بالتاكيد. فهذه حالة صحية. حالة صحية. نعم. وجديدة، وهاي طبعا احنا هم نرجع نذكر. نعم. نترحم بها على اهل تشرين. نعم. مو جت يعني مو احنا جبناها. نعم. جتنا على الحاضر. نعم. نعم. طيب درست اهم القضايا اللي تحتاجها، الملفات اللي تحتاجها الدائره السابعه؟ يعني قلنا اكو مناطق راقيه الله يديمها عليهم، اكو مناطق متوسطه، اكو مناطق شعبيه ايضا تعاني. درست اهم القضايا ما يحتاجه المواطن؟ استاذ اهم القضايا اللي تحتاجها الدائره السابعه. نعم. عندنا مناطق سياحيه داخل الدائره السابعه. نعم. يمر نهر دجلة من. نعم. نص الدائرة السابعة. نعم. منطقة الرشيدية. نعم. والقبة هاي ضفتي النهر، هاي كلها من ضمن الدائرة السابعة. نعم. احنا المفروض هاي نسويها جنينة. نعم. نبني بيها فنادق، نبني بيها كافيات، مراسل الزوارق. نعم. مقاهي. ليش ما وهاي شو تسوي؟ راح تشغل ايدي عاملة. تشغل ايدي عاملة وراح تجيب لنا سواح. نعم. وراح تغير الوضعيه كامله. نعم. بداخل هاي المناطق. نعم.
احنا من ضمن الدائره السابعه. تعرف منين تبدا استاذ؟ من يوم سد الموصل. نعم. من يوم سد تقريبا سد من وانا من يوم سد بادوش. من بادوش. نعم. هاي مناطق كلها زراعيه ومناطق جميله. نعم. طيب استاذ جاسم، كيف تقيم مشاركه المراه الموصليه في هذه الانتخابات كمرشحه؟ يعني ذكرت جنابك انه اعداد ليست بالقليله بالدائره السابعه وغيرها من الدوائر. 27 امراه. يعني عدد، كيف تقيم هذه المشاركه، حظوظ السيدات في هذه الانتخابات؟ والله استاذ المراه هي الام، المراه هي الزوجه. نعم. المراه هي البنت. نعم. هي يعني هي العمود الفقري لكل بيت. نعم. 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 بلا مرأة. نعم. شغلة تعبان. إن شاء الله الله يبارك بيهم وإن شاء الله يفوز، تفوز بيهم أحسن. نعم. وحدة بيهم إن شاء الله. إن شاء الله اللي تفوز يعني يعني الله يعاونهم إن شاء الله. هم منافستهم صعبة. نعم. 27 امرأة على كوتا على مقعد واحد. واحد صعبة. نعم. نعم. وكو بيهم نائبات اكو يعني. والله أنا مع كل احترامي. نعم. للي كانوا بالدولة. نعم. يعني نائبات. نعم. واللي مسؤولين بالدولة. نعم. هسه حاليا. نعم. هذه بس لا يزعلون من عندي. نعم. أوصي الناخبين المجرب لا يجرب. نعم. إذا شايفين منه خير ما يخال بس. نعم. بس اللي مجرب لا يجرب. نعم. من ضمن الدائرة السابعة. نعم. تتوقع راح تبرز وجوه جديدة من الدائرة السابعة كشخصيات مثلا؟ نعم. أنا سيدة أنا مثلا أتوقع أنا. نعم. متفائل طبعا في هذه الانتخابات. نعم. متفائل جدا في هذه الانتخابات. نعم. طيب الموصل، يعني أنت ابن الموصل ومن. نعم. يعني من شيوخ قبائلها، مع شخصية معروفة تدريسي، ايش تحتاج مدينة الموصل اليوم من يعني اهلها من المسؤولين نواب وزراء ابنائها الاصلاء الوطنيين، ايش تحتاج بها؟ ملفات كثيرة. والله استاذ تعرف قبل كل شيء. نعم. تحتاج اهلها. نعم. بصراحة تحتاج اهلها. نعم. اهلها يعرفون كل شيء ما تحتاجه هي. نعم. أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. أهل الموصل. نعم. إذا قضبوها أهلها والله راح يسووها جنة إن شاء الله. بس إذا الموصل ظلت على هاي الطريقة مالهم. نعم. بس أنا متفائل. ليش؟ إن شاء الله. قلت لك ضمن الدوائر. نعم. راح يصيرون من أهل الموصل، تفرز النطنة على الشخصية، راح يتبدل الوضع بإذن. نعم. الله تعالى إن شاء الله. طيب يعني عندك المدينة القديمة خير شاهد، لحد الآن ماكو إعمار، على الرغم من أنه بدأت يعني بوادر التعويضات، مبالغ التعويضات تأتي، لكن هذه المدينة أيضا تعرف هي روح الموصل، قلب الموصل. أستاذ أكو مواضيع كثيرة. نعم. يعني بداخل الموصل. نعم. أكو مواضيع مهمة. نعم. مناطق زراعية. نعم. وابتنت. نعم. من قديم الزمان. نعم. نعم. هسه هذول ما يأخذون تعويضات. نعم. حتى بالمدينة القديمة. نعم. يعني أنت إذا ما عندك سند. نعم. ما ينطوك تعويض. نعم. وهي دور 40 متر 50 متر يعني صغيره. هذول معظمهم ما راح ياخذون تعويضات. نعم. بقت معاملاتهم معلقه. نعم. اكو كثير امور استاذ. نعم. يراد لها وقفه. نعم. يراد لها وقفه ما يعرفها بس ابن المدينه. بالتاكيد. نعم. واللي عاش هذه المعاناه. واللي عاش هذه المعاناه. وشرب من مي دجله، يعني تعرف هذه المعاناه استاذ جاسم، يعني المراه ايضا بحاجه الى حقوق، بحاجه الى تشريعات، ايتام، ارامل، مطلقات، يعني كثير كثير ملفات، يعني بحاجه ايضا الى وقفه من البرلمان القادم. استاذ السعايه مال المراه والشهداء اللي لقيناهم. نعم. هسه كثير اكو يعني نسوان ارامل، نسوان مطلقات. نعم. اثر هاي البطاله. نعم. لازم كلها لازم يصير لها معالجات. نعم. بس احنا ما نريد واحد يقوم يحكي يعني بالمعقول، احنا كلها ما راح تقدر راح نقدر نسويها ولا شخص واحد. بالتاكيد لازم بس ان شاء الله يعني تعاون جماعي. لازم يكون تعاون جماعي، لازم يكون تعاون مع. نعم. منظمات المجتمع المدني. نعم. لازم يكون تعاون مع شيوخ العشائر. نعم. مع يعني كبار بيوتات الموصل، النخب. نعم. النخب الثقافيين. نعم. لازم يكون تعاون، ممكن انه نبني برنامج. نعم. نقدر نغير به. نعم. الوضع بصورة عامة. طيب أستاذ جاسم قبل ما أختم حواري مع جنابك، رسالتك لأهلك في نينوى مدينة الموصل، أهلك في وناخبيك في الدائرة السابعة، ماذا تريد أن توصلهم؟ تفضل. والله أنا أريد أقول لهم الأهلي وناسي. نعم. اتقوا الله بالموصل. نعم. اتقوا الله بالموصل. نعم. واختاروا الشخص المناسب اللي أنتم مقتنعين به. نعم. لا تأثر عليكم أي تأثيرات. نعم.
لا مادية ولا سياسية ولا يمين ولا يسار. نعم. اختاروا الشخص اللي انتم تشوفوه صحيح. نعم. ما لكم علاقة بيمين ويسار. نعم. وبعدين احنا لازم نختار من داخل الموصل. نعم. نختار من داخل الموصل اذا انتماء سياسي او انتماء عشائري. نعم. المهم من داخل الموصل. نعم. حتى هذا عايش من رحم الموصل مثلنا. نعم. حتى يكون الاختيار مناسب ان شاء الله، يكون الاختيار صائب يا هنا وكل الناخبين في نينوى ومدينة الموصل، من أجل اختيار شخصيات مهمة تكون يعني مهمتها القادمة إنقاذ نينوى مما يعني هي فيه، وإنقاذ المواطن والتعاون معه، من أجل التشريعات ورقابة صارمة. التوفيق لك أستاذ المرشح المستقل التربوي الأستاذ جاسم محمد فرج الطائي، مرشح الدائرة السابعة تسلسل 39، نلتقيك على خير إن شاء الله. التوفيق لك ولكل السادة المرشحين إن شاء الله. أشكرك أستاذ، بارك الله بك. أشكرك شاهد الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج نقطة تحول، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كادر العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.